لك يا راجل فيصت بسرعه كده ليه؟ اه انا تعبان ماما. انا تعبان. انت ان متعب. اني متعب. تعالى هنا. رايح فين؟ ايه ماما ايه؟ انا لازم انام. انا تعبان ماما تعبان. انت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا انت خش نام، وبعد ما اصحى يبقى خش خلص شغل مطبخ وانا امشي. تمام ماما. اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجاله ايه دي يا اختي؟ تكلمنا طلعت عين. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا لي منين دول؟ يا بنت انت هتفوقيني كده على الصبح؟ انت ايه حكايتك؟ ما تلمي نفسك يا وليه. وليه؟ حط يا بنت لسانك جوه خشمك. واحط ليه يا اختي؟ هو انا دلوقتي اللي كنت بتدلع في المطبخ؟ يا بنت بقول لك حطي لسانك جوه خشمك بدل وعزه وجلال الله ما اكون جايباكي من شعرك اللي انت فرحانه بيه ده. خلاص يا وزه يلا والنبي. الله اسكتي يا بنت انت. ما تتلمي يا وليه. معفنه ده انت ريحتك فاحت. انا اللي معفنه؟ لمي نفسك يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. بقول لك يا بنت انت وقعت حراميه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا وزه. حراميه ايه يا اختي؟ ما تشوفي نفسك يا اختي وانت واقفه مع الخرنجه في المطبخ. لا بقى ده انت زودتيها قوي. ده انا هزودها واعمل لك فضيحه دلوقتي واللي ما يشتري يتفرج. طب وريني يا اختي اللي ما يشتري يتفرج ده هيبقى شكله ايه؟ خلاص يا وزه مش عايزين فضايح والنبي. لا يا اختي انا اللي عايزه فضايح وهعمل لك فضيحه في العماره كلها وهخلي كل السكان تعرف اصلك وفاصلك. يا اجره يا بنديره. انا اجره يا بنديره يا شمال يا غلط. انا هوريكي. انا بقى هوريكي الغلط وطرطشت الزلط يا والنبي. يا لهوي ايه ده؟ بس بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا توحه من دول؟ انا عارفه شكلهم اتنين سايع وحراميه سارحين في العماره. برضه هتقول حراميه؟ يا بنت يا اجره تلمي. لمي نفسك يا بنت. بس 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 يعني ما ردتش عليها يا بنت. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ وانت مين يا اخويا؟ وانت مالك؟ الحارس بتاعها ان شاء الله. حتى الراجل الكبير مش محترماه. اسكت انت بس يا توحه لو سمحتي. الله يسامحك يا بنتي. يعني ما ردتوش عليا. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ ولا حاجه يا اخويا. كنا بنعمل شغل عند الست تغريد في الشقه فوق واحنا نازلين شفنا اللونه واقفه في المطبخ. لا ما شفناش حاجه. احنا كنا قاعدين فرمت الزباله علينا فتعاركوا بس. طيب حقكم عليا انا. اكيد توحة ما كانتش تقصد. صح يا توحة؟ صح يا راجل يا طيب. يلا بقى. طب صلوا على النبي كده بقى وهدم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كمان زيدوا النبي صلاه. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الله 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 يا سلطنة. انت عارف كل الزبائن دي بتيجي عشان تسمعك مش عشان البنات بس. ولا ايه يا موز؟ والله شيء رائع يا مدام سرور. بيت يا فانيلا هاتي الفاكهة. هاي الفاكهة يا ابلة. حطيها. حطي حتة حشيش يا بنت في البخور كده خلي الأساتذة يتسهللوا كده. حاضر. حطي يا بنت ما تبقيش بخيلة. اهو يا ابلة والله دي ريحتها لون. قوم شوف الباب يا عجوة. شوف الباب يا فاردة. شفته. ماله بقى الباب؟ يا عم قوم افتح الباب باين على ابو غباء. الله الله. طب بلاش شتيمة بقى قدام الناس قلنا قبل كده. خلاص قوم افتح الباب يا فاخده بيه. ايوه كده يا اخي. الله ينور عليك يا سلطانه. عايزين بقى نسمع الحاجات الحلوه بتاعتك دي كلها. ده طلع ابو الكوامل السمسار. ايه ده؟ طب دخله جوه وانا هجيله. حاضر يا ابله السرور. ايه ده؟ ايه يا عجوه ده؟ يلا بقى سهلنا بقى كده وسمعنا حاجاتك الحلوه. يلا. ايوه هو ده هو ده جيالك. اهلا اهلا يا ابو الكوام. اهلا بيك يا ست الكل. عدم مغزى يعني بلغوني ان حضرتك عايزه تقابليني. وانا استغنى عنك يا ابو الكوابل. بقول لك ايه،
عايزك تشوف لي شقه كده حلوه هنا جنبنا في المهندسين وتبقى ليها مدخل خاص. اه فهم، يبقى سعادتك عايزه تعمليها شركه او مدرسه خاصه. يكتك ايه؟ بس بقول لك ايه، ما تبقاش في الادوار العاليه، ها خليها لي ارضي عشان الضيوف بتوعي ما يحبوش يطلعوا في الادوار العاليه، بيتعبوا يا حرام. وبعدين ايه، تبقى هاديه قوي عشان ما يحبوش حد يشوفهم لو هم داخلين ولا هم خارجين. صح والله، هم الضيوف بيتعبوا. عينيا يا ست الكل، اشوف لك الشقه عينيا الاثنين. شاكره قوي يا ابو الكواب. لا لا، شكر على واجب اكل عيش. وانت بقى يا بنتي قلت لي اسمك ايه؟ وزة. الله، وزة وزة، عاشت الاسامي. الله يخليك ويكرمك. وانت يا بنتي اسمك ايه؟ خوخة. الله، وزة وخوخة، ايه الاسماء الجميلة دي؟ قولي لي بقى، انتوا شغالين في الهدوم الرجالي ولا الحريمي بس؟ انا هقول لك، اصل خد بالك البنت خوخة لسه نازلة معايا جديد، انا يا اخويا شغالة في الحريمي بس. انما قولي لي بقى، ما عندكش يعني قمصان نوم كده تكون شفتشي؟ لا يا اختي، ما بشتغلش في المحزق والملزق بتاع. امال بتشتغلي في ايه بدل الراس؟ احنا اتصالحنا خلاص ليه كده؟ ما انت شايفه بتلقح كلام ازاي؟ بقولك ايه يا عم عظيم، انا من عينيا الجوز يا اخويا، لو عايز اجيب لك حاجات رجال اجيبها لك لحد البيت واوصلها لك بنفسي كمان. الله يكرم اصلك يا بنتي، انا بس بستفهم عشان ممكن ابقى اجيب لكم زباين. الله يخليك، شوف الناس الكمل. لا وايه، ممكن بقى ابقى اخد لبناتي، بس اول الشهر اكون قبضت. ربنا يخلي لك بناتك، بس يا اخويا اول شهر ايه واخر شهر ايه؟ ما تشيلش هم، انا اجيب لك الحاجه لغايه عندك واعتبر الحساب كمان واصل. وصل ايه بس يا بنتي، كلنا بنجري على اكل عيشنا ورزقنا يوم بيوم، المفروض بقى نقف كتفنا في كتف بعض مش نستقوى على بعض. يا والنبي، من سمعك قول له. خدي بقى يا خوخ، انت طيبه. ايوه. واميره. ايه ايه ده؟ ايوه. الله يا حلاوه، شويه ارواح. شكرا. تحلوا بقى بقكم وتروقوا اعصابكم، يلا بالهنا والشفا. الله يخليك. بقولك يا بت، الخروبه دي ما تاكلهاش كلها لوحدك، انا بحبها. الله، ده ما فيش غيرها، انت عينك فيها ولا ايه؟ يا بنت ما تبكيش مفجوعه، اقسميها حتتين. يا ساتر يا رب. خدي مسرح ميسري. مسرح ميسري يا ميسري، بالهنا والشفا بنفسي. انا متشكره على الحاجه اللي النبي. يا بنت انت سكر، انا حبيتك. انتوا اللي طيبين والله. دنيوجا؟ طب ما تهدي. ايه كل حاجه بتبقى كده؟ الله، هاتي حته يا اخوك. يا امشي بيه، دي حته. يلا خلاص غلبان. ماشي ماشي.